تمخض عن التربية دي وتمخض عن الأسرة الرائعة إن يكون النهاردة بنحتفل بخادم رائع يفرز من الرب على أيدينا قدام الرب بدعوة من الرب كما أرسلني الآن أرسلكم. متى الأخ بولس بحياة الإيمان حياة التقوى مخافة الله يمتاز بالوداعة والبساطة يمتاز بالخضوع وحد خدوم حد محب دايما حمامة سلام دايما يعني في أي وقت تلاقيه يمتاز بالأمانة. طبعا هيقولوا الجسيس بتاعه قاعد يمدح فيه وقاعد يشعر فيه وقاعد أنا مهما أقول برضو مش هديله حق للأمانة أنا أقول الصدق في المسيح مهما أقول مش هديله حق لكنه هو رجل الله بحق على قلبه الخدمة مش منظر على قلبه الخدمة بيحب الرب بكل قلبه بيحب كلمة الرب بكل قلبه رجل صلاة رجل كلمة رجل حاوز يعمل حاجة في ملكوت الله عشان كده ربنا بيشوف الدافع والقلب جوه شاف دافعه نقي ونيته صالحة دافعه عظيم ورائع عشان كده النهاردة ربنا جمعنا كلنا عشان نيجي نصلي ونديله تأييد السماء إني أنت مرسل من الله في مهمة إلهية عشان كده النهاردة الشخص التقي المحب ده اللي بيحب الرب بكل قلبه وبيخدم الرب وبيضحي من وقته وماله وبيته وأسرته وبيخدم الرب بكل أمانة بكل تقوى ويجيب آخره ومش مستني حد يمدحه ولا حد يشكره يستحق أعظم تحية ندي الأخ بولس هو القسيس رقم 9 من الكنيسة الرسولية اللي اتخرج وتربى فيها رغم ان البلد صغيرة لكن اللي فيها بيحبوا الرب وبيحبوا الكلمة وبيحبوا الصلاة بتطلع ناس أتقياء بيخدموا الرب من قلوبهم. النهاردة هو القسيس رقم 9 اللي الكنيسة بتفخر انها بتطلع مرسلين. على فكرة المكان الناجح اللي يطلع ناس مش اللي يحبس الناس ويوقف حركتهم لا الإرسالية ربنا أرسل الرعاة عشان يعملوا إيه؟ يرسلوا خدام What?
12 أغسطس
اتقابلنا بعيد ميلاد موسى، وكان ايضا المكان ممتلئ بس ما كانش الجامع اللي بره ده، يعني احنا اللي موجودين بره اعتقد قد الموجودين جوه او اكتر يعني، هم انتهزوا الفرصه وقعدوا بره في الهواء. ف عاده الناس بتحب تدخل جوه، بس النهارده الناس طالبه ان تبقى بره. بنعمل يا رب يكون في تغييرات في خلال السنه الجايه ويبقى في تغيير كبير مهم. ففي شهر 8/2021 احتفلنا بعيد ميلاد الكنيسه هنا، وكان وقت رائع جدا، شكرنا فيه الرب، فرحنا بالرب. والحقيقه الرب اعطى اعلان على هذا المنبر ان بعد اقل من مرور سنه هنكون بنمتلك المكان ده، ولم يكن لدينا ولا جنيه، بالعكس احنا كان لدينا رصيد بالماينس، بالعكس احنا كان عندنا ديون كتير قوي وما زال عندنا ديون كتير قوي، لان كل ما بتشتغل كتير كل ما بتصرف كتير كل ما بتستدين كتير في خدمة الله. انا ما بشجعكش تستدين في حياتك العزمانية العادية. واعطى الرب اعلان من على هذا المنبر في اغسطس 2021 باننا سنمتلك المكان، يكون ملك لينا ولم يكن لدينا اي شيء، ولكن كما تعلمون بان كنيسة الايمان اسمها كنيسة الإيمان فعلاً فعلاً، لأن مجموعة الشباب الذين قاموا بتأسيس الكنيسة من أكثر من 117 سنة بدأوا العمل بالإيمان وأطلقوا على الكنيسة هنا كنيسة الإيمان، مش لأجل أن كلمة الإيمان هي الإيمان، الإيمان الذي خلصنا به لا لا لا، مش عشان هو أن الإيمان ده ركيزة من ركائز الحياة المسيحية، لا، هم سموا نفسهم كنيسة الإيمان فعلا لأن هم بدأوا الخدمة هنا في مصر بالإيمان واستمروا بالإيمان. وزي ما انتم عارفين طبعا الأسيس سعيد هو المثل الكبير في حياة الإيمان، عاش كل حياته بالإيمان، ليس فقط كلاما ولكن حياة وأفعالا. كبير والرب أعطى هذا الإعلان بالإيمان شهر أغسطس 2021. ونشكر الله لأني بعد مضي شهور قليلة بعد شهر، طيب شكرا، أنا دايما ذاكرتي في التواريخ مش دقيقة، فأخواتي بيشجعوني أنا بيساعدوني، بعد شهر من وجودنا في حفل عيد ميلاد الكنيسة مضينا عقد تملك هذا المكان بالإيمان. الحقيقة أصحاب المكان شافوا المهدي معنا النهاردة، أخ جندي و كرم موجودين برا، طيب وأخوه الأخ بعد ننسى اسمه، بس اخوه الاثنين اخوه الحقيقه رائعين وكمان امناء ومحبين لعمل الله، فهم بما انهم موجودين بره فعايزين ناحيه حاجه كتير. اخ الخيط، طبعا احنا ايوه الحمد لله المايك بيقطع يا جماعه بس معلش مفيش مشكله. احنا اشترينا المكان ونشكر رب قضينا عقد مع احبابنا الاخ جندي والاخ الخيط، ما زال علينا يا جماعه طبعا اقساط متبقيه، ولكن احنا نشكر رب، الرب يصنع امور عظيمه بمعجزات حقيقيه مع الاسيس بولس وبايضا عطاء الشعب. انا قلت لكم في شهر 8/2021 انه الشعب المحلي يدعم خدمة الكنيسة المحلية، وعندما تعطى الرب الرب يكافئك، عندما تعطى الرب الرب يكرمك، عندما تعطى الرب الرب يفتح قوى السماء ويباركك بركات حتى لا توسع. والمعطين الحقيقيين بالحقيقة يعني طول عمرهم مختبرين بركة الرب في حياتهم، اللي بيعطوا بسخاء واللي بيعطوا بسرور واللي بيعطوا بفرح. أنا واثق بالإيمان إن خلال شهور قليلة هنكون بنعمة الرب بصلواتكم وتبرعاتكم وبدعمكم قضينا اعصاب باقي المكان، و
وبنعمة الرب نكون عملنا كمان تعديلات ليس فقط هنا لكن ايضا فوق وفوق، يبقى المكان يعني ملائم لعقد الاجتماعات والانشطه والبرامج المختلفه للكنيسه اللي بتخدم المنطقه هنا، المنطقه الكبيره البكر ديت اللي لسه هتزيد وتزيد وتزيد والناس كتير هتيجي المنطقه، فانتوا لازم تستعدوا تكونوا مفتوحين ان تقبلوا كل الناس اللي هتيجي تسكن في المنطقه دي. قولوا امين بالجميع. امين. واحد يطلع ظلم، واحد يحط اتهامات، واحد يحط خلاف
تصورات وخيالات وهلوسات و و و الى اخره. صليب صليب زي ما يفرض الصليب. دكتور ستيفن وهو بيكلمني عن الرسالة فرحان وانا اقول يا ليته كان مدركا ما سيأتي عليه من صلبان. يا ليته مدركا ما سيأتي عليه من صلبان. صليب عايز تخدمني بذلك. انقل نفسك الان اصلها خطيره الان بتلعب دور كبير. انقل نفسك احمل صليبك. عايز تبقى خادم وطي تحت وطي اغسل رجلين. لا دي ما عملهاش اصلها بس خدومي دايما خدمتي. قال لي واحد كلاس مشيخ قال لي انا مهمتي ازهقك. تشكر كل دي مهمتك دي مهمه مقدسه جدا. ده انت هتخلي علامات المسيح ظاهره مش في جسدي بس في منامي كمان. حبايب الصليب مؤلم بكل الابعاد. يا اما بنعلى صربان خشب وذهب وفضه وبفصوص ومن غير فصوص وبنعلقها في البيت وبنعلقها في الحيطان. لكن الصليب لما بيجي جار يسيء الي او قريب يغتصب جزء من ميراثي او نلاقي الصليب اتلاقى نار اطلعني العتيق. شكرين شكرين طلعني العتيق وخد راحتك. بس ما تسالش الرب قلبك مكسور ليه. بس برضك التلاميذ كانوا بيتخانقوا في الهدم من هذا النوع بهذا الشكل. انتوا يا شعب الكنيسه الملاحظه الثانيه انتوا يا ترى ناويين تعملوا ايه معاه؟ في ناس عانت الرب وشالت معاه. وفي ناس بعد ما الرب وصلنا قبل ثلاث اربع ايام تنتهي كانوا بيقولوا ايه؟ استغفر الله. ابوك يا قسيس النهارده هتترسل، ابوك يا قسيس النهارده هتشيل الصليب رسمي. رسمي ما اعرفش رسمي برضه دي فيها كلام. لكن ابوك اصلي من اجلك واصلي من اجلك يا رب. لان الله يملأني بنور القوه والتشجيع. شجعوه اسندوه صلوا لاجله. شجعوه مش محتاج اكتر من مسانده. لولا مسانده الاحباء ما اقدرش اقعد على الكرسي. لولا مسانده الاحباء ما اقدرش اقوم منه. لكن بمنتهى البساطه احملوا بعضكم بسطاتي. صل ان الله يبارك ربوك ربوك ربوك. وارجو من الاخ بولس ان يجيب على الاسئله والتعهدات التاليه بكل امانه وتواضع وبدون استخفاف، واضعا في اعتباره اننا نقف جميعا امام حضره الله العلي بكل مهابه واحترام وتقدير. امين امين. اخ بولس، هل تؤمن بان الكتب المقدسه الموجوده في العهدين القديم والجديد هي كلام الله الحي وانها القانون الوحيد للايمان والاعمال؟ مش مفتوح ده. اسمع تاني. نعم. هل تؤمن بالاله الحي الحقيقي أي الآب والابن والروح القدس كما هو معلن في الكتب المقدسة؟ نعم. هل تستريح على تعاليم الكتاب المقدس كما تفهمها كنيسة الإيمان ومبادئها؟ وهل تتعهد بأن تنفذها عمليا في حياتك اليومية؟ نعم. أعرف أنك تعرف رسالة المجمع ورؤيته، لذا أسأل، هل قبلت واقتنعت برسالة ورؤية المجمع كما تعرفها وتعد بأنك ستعمل على تبنيها والعمل على تحقيقها؟ أمين. أمين. هل تعد بأن تجتهد في النمو والازدياد في التقوى الشخصية والقداسة وأن تزين اعترافك بالعيشة التقوية
كما يحق لإنجيل المسيح وخدمته. باسم يسوع نعم. أمين. تلتعب بالمواظبة الدائمة على درس كلمة الله وتطبيق هذه الكلمة في حياتك، والحرص على حياة الصلاة والتضرعات والاتصال بالمسيح وممارسة التدريبات الروحية. نعم. هل تقر أن غايتك الرئيسية والعظمى في هذه الخدمة المقدسة ليست إلا مجد الله ومحبة الرب يسوع والرغبة في خلاص النفوس؟ نعم. أمين. هل تتعهد بمساعدة نعمة الله أن تكرز بإنجيل ربنا يسوع المسيح طالبا من الناس أن يتصالحوا مع الله، محذرا منذرا كل إنسان بكل حكمة، مجتهد أن تحضر كل إنسان كاملا في يسوع المسيح؟ أمين. أمين. هل تعي أن تعلم كلمة الله باستقامة من أجل إطعام المؤمنين وبنيان القديسين، وتهتم بسلامة الكنيسة وطهارتها ونجاحها، وتتبع حياة القداسة الحقيقية؟ نعم. أمين. هل تصدق على كيفية نظام وسياسة وإرشاد العبادة المقبولة في مجمع الإمام وأنها موافقة ومطابقة لكلمة الله وهتتعهد بالمحافظة عليها والمحاماة عنها؟ نعم. هتتعهد أن تواظب على حضور التهامات المجمع وتخضع روح الوداع لسلطان المجمع وتتجنب الاشتراكات والعثرات وتحافظ بكل قوتك على وحدة المجمع والكنيسة وسلامتها؟ نعم. هل أنت مقتنع بأنه لا يحق لك القيام بأي عمل دنيوي تجاري كان أو علمي ما دمت ستصبح قصة راعية، وتتعهد أن تكون مكرسا تكريسا كاملا لخدمة الرب في مجمع الإيمان؟ نعم. أمين. وأخيرا، هل تتعهد لقبول أي إنذار أو تأمين أو تأديب كنسي عند حدوث أي خطأ، وتكون خاضعا للتوجيه والإرشاد من القيادة الروحية للمجمع خضوعا بكل وداعة ومحبة؟ نعم. هل تتعهد أن تقوم بجميع هذه التعهدات والمواعيد كمن هو مزمع أن يعطي حسابا بفرح عند مجيء ربنا يسوع مع جميع قديسين ليقدم لك بسعة الدخول إلى ملكوته الأبدي؟ نعم. أمين. إذا بناء على تعهدات الأخ بولس إسحاق، أرجو منه أن يركع هنا، وأرجو من حضرات القصوص أن يأتوا هنا حتى ما نصلي، وأرجو من جناب الأسيس بشرى سعد راعي كنيستنا الطوابق أن يتقدم في الصلاة من أجل الأسيس بولس، ونحن جميعا نضع الأيادي عليه، ليس إلا بأننا نكرس هذا الإمام لأجل الرب ولأجل خدمة الرب، وأرجو من كل الخصوص أن يأتوا لكي ما نصلي، وأيضا من شعب الرب أن يصلي معنا. فارفعوا لكم معنا أخواتي الأحباء، وأنتوا ارفعوا لكم كمان ناحية الأسيس، قولوا رب تعالى إلمس الأسيس، لأسى خاصة صلوا مع الأسيس بشرى وهو يصلي لك الرب. أبونا السماوي، قلوبنا نشكرك وتعظمك لأجل عمل النعمة العجيب اللي عملته في حياتنا، ولأجل دعوتك والتكليف الإلهي اللي زعطته لينا. أشكرك لأجل دعوتك لأخونا الأسيس بولس ليقدم نفسه على مسبح التكريس خادما للمسيح، مرسل من الله، حاملا كلمة الله وسلطان الكلمة. أشكرك لأجل حياته، أشكرك لأجل خدمته السابقة، أشكرك لأجل ما صنعت به في هذه المنطقة، أشكرك لأجل دعوتك لي للخدمة قراعي ودعوتك له في هذه المنطقة. أصلي أن تباركه، تؤيده بقوة الروح القدس في الإنسان الباطن، تعطيه سلطان وهو يتكلم بكلمة الله، يحقق مقاصد الله ومشيئة الله وعلى مع قلب الله لهذه المنطقة ولكل عمل. يكون سبب بركة لمجمع كنائس الإيمان، يكون سبب بركة ونمو لخدمة المسيح، يكون له الحياة الشاهدة، الحياة الصادقة، الحياة الأمينة، الحياة التقوية المكرسة للرب. ليكن بركة لبيته مع شريك حياته، يحمل رسالة الإنجيل، يذهب إلى المحتاجين، بارك عمله الراعي، استخدم الوزلات والمواهب اللي عنده
ليكون شاهدا حكومة المسيح. نحن نؤمن أنك تغطي حياته بدمك، ونؤمن أنك ستستخدمه عظم استخدام في المسيح يسوع. نصلي ولإلهنا كل المجد. الأخ بولس إسحاق عبد الملاك والصلاة التي قام بها خدام الرب أمام الله وأمام جميعنا، أعلن باسم المسيح يسوع وبالسلطان المعطى منه للكنيسة، نحن كمجمع نصرح بأن الأخ بولس إسحاق عبد الملاك قد صار قصا رائعا بمجمع كنائس الإيمان الإنجيلي بمصر، وأنه مستحق من إخوته بالمجمع ومن شعب الكنيسة بالظهور لكل تعظيم وتشجيع وكرامة في الرب. آمين. زي ما كان بيقول الدكتور صفاء، ليته يدرك حمل الصليب. مشاعر فرح اللي انا شاعر بيها، لان في يوم من الايام والكلام ده قلت للاخ جوزيف ابن عمي اللي هو حاضر قدامي دلوقتي، قلت له هو هيفتكر الكلام ده، قلت له من كتر لهفه الرب انا نفسي ابقى قريب من حضور، ان شاء الله حتى ابقى على باب الكنيسه، ان شاء الله حتى ابقى بواب الكنيسه من كتر الاهل. والنهارده الرب بيشرفني وبيكلفني ان انا ارعى شعبه، فدي حاجه فرح قلبي. انا بشعر بامتنان للرب اللي انا ما استاهلهوش. المشاعر الخوف اللي جوايا، لاني خصيصا لما الانسان يبص على نفسه على امكانيات، قال عنوس النبي، قال انا لست نبيا ولا ابن نبي، انا راعي وجاني جميز،
وأنا برضو بقول نفس الكلام، أنا ولا جسيس ولا ابن جسيس، أنا الرب جاني من يعني بعد ما كملت دراسة وأنا اشتغلت نجار مسلح، وبعد كده كنت في مجال المجاولات واشتغلت في المجاولات المعمارية، والرب دعاني وأنا كنت بقول له طب أنا هعمل إيه، أنا مال أنا ومال الخدمة دي، يعني لو كلمت واحد عن المسيح يبقى كويس قوي يعني. أنا دايف أشكر الرب الأول، لكن برضو أخاف لحسن في يوم من الأيام أكون بقصر في الدعوة اللي الرب عايزني أقوم بيها. فأنا أطلب منكم إنكم تكملوا الصلاة لأجلي. دي الكلمة الأولى اللي فيها بجد الشكر للرب والإحساس بالامتنان للرب ومشاعر قدام الرب وقدام حضراتكم. الكلمة الثانية، أنا بشكر كل حد من حضراتكم. كنت أتمنى إن أنا أذكر كل حد باسمه، لكن أنا عارف الجو الحر، وكمان إخواتي اللي بره اللي هم الصوت عندهم في مشكلة، أنا عارف إن المكسب مش بتاعنا، لأن المكسب بتاعنا المخارج بتاعته قليلة. إخواتي اللي بره قاعدين تقريبا مش سامعين نص، مش عارف إن كانوا سامعين. طب الحمد لله طمنتوا. فأنا بشكر كل حد من حضراتكم، بشكر اخواتي يعني وقرايبي وعيلتي اللي جوني من البلد ومسافات طويله، وجناب الاسيس سعيد ربنا يبارك، راعي كنيسه اللي انا اتولدت وتربيت فيها، والشيوخ الافاضل، وجناب الاستاذ المحامي استاذ اشتياق، وكل حد من حضراتكم نفسي اذكر كل حد بالاسم. فانا بشكركم على تعبكم وسفركم ومجيكم، وامي واولاد عمي واخواتي. يعني مش يعني عايز اتكلم، بس سامحوني ان انا مش قادر اذكر كل حد باسم. بشكر كمان اخواتي الخدام الافاضل اللي كان نفسي اسمع كل حد منهم، لكن اكيد بسبب ضيق الوقت والجو ما كانش. واخواتي المرنمين برضو اللي كان نفسي برضو اسمع، يلا سامحونا ان احنا المكان يعني الرب يوسع كده ويشيل شويه الحضان دول ويعمل كمان القاعه فوق كده باسم يسوع، وتبقى باسم يسوع المكان لمجد المسيح. انا بقدم شكر جد المجمع الايمان والممثل في رئيس المجمع الدكتور الاسيس ستيفن سعيد ورؤساء الدوائر ومجلس اداره المجلس المجمع. أنا بشكركم جميعا على قبول عضو في المجمع، تشرف لي أن أنا أخدم الرب في وسط إخواتي وحبايبي في مجمع الإيمان. أنا بشعر بفخر بالمجمع ده، وكمان أنا بشكر الرب لأن كل حد ربنا حطه في طريقي كان سبب في حياتي أن الرب يستخدمه في حياتي بأي طريقة مضطر. وبرضه كنت اتمنى ان انا اذكر كل حد، بس برضه مش هقدر اذكر، بس هذكر واحد بس. الرب استخدمه في حياتي بطريقه يعني مش هنساها ابدا، وهو ابويا الجسيس سعيد ابراهيم. خلونا نقدم له تحيه. الراجل ده فرق في حياتي بقداسته، إنه كان رجل القداسة وكان رجل الصلاة وكان رجل الإيمان وكان رجل الجهاد. فعلاً يعني مهما اتكلمت ولا أوفي أي حاجة، والرب نور دعوتي من خلاله. فأنا بشكر الرب لأجله، وببقى صادق إن الرب يدينا رجال أتقياء زيه باسم الرب يسوع، وبلاد ما تمتلئ من مواصفات هذا القديس العظيم. أنا بقدم الشكر كمان لجناب الوالد الفاضل الجسيس صفاء، وأنا بشكر الرب وفخور جدا إن حضرتك حاضر معانا الحفل، وإن بالرغم من كل مسؤولياتك وبالرغم من كمان يعني جسدك، لكن أنا بشكر الرب لأجل وجودك معايا، بشكر الرب لأجل وجود كل حد من أحبائي
في هذا المكان. بشكر رب كمان وبجد من الشكر لأجل الدايرة، دايرة القاهرة 2 ورئيس الدايرة الأسيس سمير قصد الله. والأسيس سمير قصد الله بيحب الكنيسة دي خالص، عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ الشعب الزهور يعرف الموضوع ده، علشان هي افتتحت في عيد ميلاده يوم 10 مثلا، عشان كده هو بيحب الكنيسة دي. أنا بشكر رب لأجل رب، بشكر رب لأجل كمان زمايلي في الدايرة يعني دايما حاطين محبتهم. انا بشكر كمان الجسيس نزيه كمان يعني راعي كنيسه النعمه المعمدانيه، المعمدانيه فرحين بلدي، هو صديقي. فانا كمان يعني شكرا لتعبك ولشيوخ الكنيسه كمان الكنيسه الرسوليه. انا اسف لو انا يعني ما عطيتلكمش حقكم في الكلمة. أنا كمان بقدم الشكر لخدمة خدمة نيو ليدرز اللي هي خدمة المجموعات البيتية اللي من خلالها دخلنا الظهور، والخدمة دي أنا بشكر رب لأجلها، لأن الكنيسة هنا تعتبر مشتركة فيها ثمر خدمة المجموعات البيتية. فأنا بشكر رب لأجل هذا الخدمة اللي أنا بهرم الرب فيها من 2018. أنا بقدم الشكر كمان في هنا وسطينا أخت تقية وقديسة. أنا عارف إنه مجرد ما أتكلم كلهم هيعرفوا، أنا عارف الأخت دي يعني حبت الرب من كل جنبها وأعطت نفسها للرب، وأعطت نفسها للرب ولينا، ما فرجتناش خالص من ساعة ما بدأنا الخدمة هنا في الظهور ولا لحظة واحدة. ومن يوم تفرغ في الخدمة وهي رفيقة لنا في كل مكان بنتحرك ليه، بتدعمنا بصلاتها وبتضحيتها وبتشفعها وبتعطي للرب كل طاقتها وإمكانياتها. ولو قعدت أتكلم من الصبح وما أنت عارف طبعا أقول الأخت نجوى، لكن أنت عارفين يعني اللي سمي الشغل دي ما يهون عيد سبقها. هي أنا عارف هي مش بتحب إن أنا أشهد عنها، لكن فعلا أنا بشكر رب إن الرب يعني خلاها رفيقة لينا في الخدمة. الرب يباركها. أنا بقدم كمان الشكر لعائلتي لأمي ولإخواتي ولقرايبي ولكل حبايبي. وبشكر الرب لأجل عيلتي الجميلة اللي أنا بفتخر بيها. أنا بشكر الرب لأجل أبويا راح السما من يمكن 25 سنة، وعمي الشيخ فارس اللي قاعد ورا جنب العمود ده كل ما يشوفني يحكي لي قصص على أبويا، فيعني بقيت بعدي قدامه عشان أسمع قصص. 67 حب جبت الكنيسة، قال له المفاتيح يا فارس وتحول الكلوب، وقال ابن ابوك انت حبيب وابوك. الرب يبارك. ابوك كان برلين. انا بشكر رب لاجل ابويا وعمي. احنا نشكر رب العيله، عيلتنا مثل الرب كلها ولا بتختلف بيها. انا بشكر رب لاجل هذه العيله، كرامه ومجد باسم الرب يسوع المسيح. أنا بقدم الشكر لراعي وشعب الكنيسة الرسولية بالمجد، ومعانا أشخاص منهم مش عايز أقول أسماء سامحوني عشان ما أنساش حد. بس أنا بشكر الرب لأجل ما أنا قعدت في وسطهم 5 سنين بعض الرب في وسطهم، ولغاية النهاردة أنا شاعر بمحبتهم العظيمة العظيمة ليا. أنا بشكر الرب وبحبكم من كل قلبي. أنا بقدم كمان الشكر لجناب القسيس رأفت راعي الكنيسة المشيخية هنا في الظهور على وجوده هو وزوجته مدام إريني. وإحنا بنشكر رب لأن إحنا بنخدم الرب معا في هذه المنطقة، ونتمنى ونصر في الله إنه يعطينا نفوس جديدة باسم الرب يسوع المسيح. أنا بقدم كمان الشكر لإخواتي هنا شعب الكنيسة وخدام الكنيسة وعلى وقفتهم وعلى كل حد شارك في الخدمة وفي الترتيبات
النهاردة ومبارح والأيام اللي فاتت. أنا بشكر رب لأجلكم وبصلي نكون بنكمل المسيرة باسم الرب يسوع المسيح الحي. أشكركم جميعا لوجودكم وأرجو أن تصلوا لأجلنا ونصلي لأجلكم والرب يبارككم جميعا. حيانا كل الناس مش كده؟ في ناس طبعا مش هسمعها لكن حيانا كل الناس. هتيجي نحيي هو بقى هو لأجل انطلاقة جديدة وخدمة في المستقبل. بقدم تهنئة لمجمع الإيمان وبشكر الرب كتير جدا لأجل هذا الامتياز إن احنا نمتد ونتسع. خلينا كلنا نرفع قلبنا ونصلي ونقدم شكر لإلهنا. أشكرك يا رب من كل القلب لأنك أنت إله عظيم. أشكرك يا رب لأنك أنت مصدر قوتنا ومصدر اتساعنا وامتدادنا. نحن نتسع ونمتد من خلال نعمتك العظيمة التي تمتد فينا وتعمل من خلالنا. نشكرك يا رب لأنك أنت منذ بداية الكنيسة أعلنت من خلال عبدك الرسول بولس وهو يكلم تلميذه بطرس ويقول من أجل ذلك تركتك في كريت لكي تقيم في كل مدينة شيوخا وخداما. نحن نشكرك لأنك أنت ما زلت إلى الآن تقيم رعاة حسب قلبك وتقيم خدام يا سيدنا الرب يحملون مشعل رسالة الإنجيل للآخرين يضيئون بحياتهم وخدمتهم فيأتي الكثيرين من خلالهم. نشكرك لأجل عبدك الأسيس بولس لأنك أنت أفرزته يا سيدنا الرب للخدمة. ونشكرك لأنك أنت دعوته دعوة مباركة ودعوتنا معه. فهذا هو امتياز عظيم وشرف لنا لا نستحقه، لكن يا سيدنا الرب أنت تستحق كل مجهودنا وتستحق كل خدمتنا وتستحق كل وقتنا. نعظمك ونباركك ونقدم لك كل الشكر والحمد. أيها الإله العظيم نحن نشكرك لأجل هذه الكنيسة ولأجل هذا المكان الرائع. أنت القادر أنك تجعل السبب بركة للمنطقة كلها وتمتد يا رب من خلال أن تصل إلى نفوس كثيرة لتمجد اسمك من خلال عمل النعمة فيها. نحن نشكرك من كل القلب لأجل مجمع الإيمان ولأجل كل الخدام الذين كرسوا حياتهم للخدمة فيه. أنت القادر أنك تقودنا وتباركنا لمجد اسمك. في اسم الرب يسوع أجبنا ولك كل الإكرام من الآن وإلى الأبد آمين. اسمعنا عندما ندعوك بدلة البني قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء على الأرض. أنا أكرمنا أعطينا اليوم واخفر لنا الخطيئة كما نغفر نعم أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. في المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم. أنتم بالسلام. سلام الرب يكون مع جميعكم.